شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا الذهب والبيض الله اكبر يا وطن يوم الوغى نندح نقول الله الله اكبر يا وطن اسمك مطراس بالذهب والبيض لنهاب العدا ولا توب الردى لنهاب العدا ولا توب الردى الا العالي شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحان سلم أحباب القلب الله يحميك لأهلك ولشبابك. بعرف يا خالتي بعرف الهم كبير والحياة صعبة والحاجة أصعب وقلبي قلي من عيونك يلي كانوا عم يرفوا مثل جناح الطير الخايف إنك ما رح تأذيني وقلبك ما رح يطاوعك تقوص علي وتقتلني بس من زمان الحاجة يلي عم تاكل منكن أكل يا أولاد الشام آه
شبك يا ستي؟ قلبك عم يجعك عليه؟ كان بده يقتلك بعيد الشر عنك. اخ يا تيتي اخ، هالشاب باين عليه ابن ناس بس معتر. والله العليم لو ما في وراء قصة ما كان راح العسكر مع الفرنساوية، ما كان راح. يا رب تلطف فينا يا رب، يا رب تلطف بعبادك يا رب. يبدو المخربين أخلوا المكان من وقت قصير. هي آثار واضحة، أكيد وصلن خبر قدومنا. الحقوني. أبونا، أبونا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوك أبو طالب من القنوات والشباب من رجال الشام. تشرفنا أخي أبو طالب. نحن قاصدين الله وقاصدينك أبونا. خير؟ الفرنساوي كشفوا أمرنا أبونا ويمكن يعفطونا بأي لحظة. شو المطلوب؟ شو الإمكانية نطلع برات السور؟ تفضلوا معي. أبونا معنا خيل. جيبوا الخيل ولاقوني لورا الكنيسة، في سرداب كبير بيوصلكم لمقام الشيخ رسلان. الله يبارك فيك. الرب يحفظكم. حالك شوي ابني، مو كثير لانه جرحك لساته طري. يلا يلا شوي 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 شوي. يلا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا خالتي. شلون شايف حالك هلا؟ الحمد لله احسن. بس شو؟ والله ما لي عارفان شو بدي أقول. قول قول ولا تخاف، أحكي كل شي بقلبك. والله أنا خجلان، وخصوصي بعد الشي اللي عملته معي. خجلان تقول يلي بقلبك ومو خجلان تحمل سلاح بوش أهلك؟ الله وكيلك غصب عني يا خالتي. ليش؟ شو يلي جبرك؟ والله لعبوا بعقلي وعملوا لي البحر طحينة، وبعدين أنا فقير والحاجة. بس الحاجة ما بصير تعميك عن الحقيقة، ما بصير تعميك عن الواجب. مزبوط حكيك يا خالي، بس الله وكيلك لو عرفان بده يصير معي هيك لكن دفنت حالي وأنا عايش، وهلأ إذا بتقطعوني بزتوني للكلاب ما بحكي شي أنا. لا يا ابني لا، مو نحن يلي منقتل ولدنا وابن بلادنا، لأنه الدم ما بصير مي والضفر ما بيطلع من اللحم. وهلأ أنت حر، بتحب تروح الله معك، حاسس حالك تعبان أهلا وسهلا فيك، البيت بيتك ونحن أهلك. بعد الشيء اللي عملتوه معي
وعد أمام الله وأمامكم ما وجه سلاحي إلا بوش الأعادي. الله يرضى عليك. السلام عليكم يا أبونا. وعليكم السلام. بدي أسأل جنابك عن بعض المخربين كانوا حول الكنيسة يا أبونا. ما شعرت بوجود حدا حول الكنيسة. أكيد يا أبونا؟ طبعاً أكيد. قلت ممكن يكونوا تسللوا للكنيسة من دون ما تشعر يا أبونا. لا يمكن. ممكن نفتش الكنيسة؟ الكنيسة مكان عبادة ولها حرمتها. حولك يا أختي إم عباس، من طول عمرك عقلك بيوزن بلد وقلبك بيوسع الناس كلها. هذا ابننا يا أم حزن، وكل أولاد الشام أولادنا. فضلك ما رح أنسى منوب يا خالتي. واجبنا يا ابني، واجبنا. الله يحميك لشبابك ويردك لأهلك سالم غانم. آمين. وحياة أمي واللي جمعنا سوا. ما برجع على البيت لحتى أشوف الإمارية سالمة غانم. ومن هاللحظة هاي أنا واحد من شباب الحارة. طول عمر الشام بيت واحد لكل أولادها. البلد هو البيت. البلد هو الأهل. البلد هو العرض. عم تفهم علي يا صفوان؟ عم بفهم عليك. اتفقنا يا جماعة، جهزونا الفشل كل معونة مشان نوصلوا الليلة على الإمارية. أبشر لعيونك، أعتبر كل شيء صار جاهز من أكثر. لا تاكل هم من الناحية يا حجي، لا تاكل هم. بارك الله فيكم، وأنا بلغت بعض الشباب مشان يوصلون. نحن خلال ساعتين ثلاثة بيكون كل شيء جاهز للترحيل. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي سنة دربك. الله يقويك. الله ياخذ بيدك يا أبو طالب، ينصرك على أعدائك. قادر يا كريم يا رب.
قد ما قتلوا لنا رجال وقد ما دكوا رجال بالسجن، ما رح نسمح لهم يقولوا عن رجال الايمارية ما فيهم ناموس وكرامة، ونحن ما بنستسلم. لك القصة أكبر من هيك بكتير يا طلال، صاروا داكين نص رجال حارة بالسجن وشوي تانية ما رح يبقى حدا فينا. لك عبيد، السجن للرجال والفرنساوي مصيره مقلع برات هالبلد. الله يسمع منك يا طلال، الله يسمع منك. والله خايف على هالشباب اللي دكوهم بالسجن، الله يجيرهم من ايدين هالظلام. امين يا رب. دير بالك رايح شوف ابو العباس. يلا الله ييسر لك روح. يا ترى شو اخبارك يا ابو طالب؟ يا ريتني اكون هونيك معكم، يا ريت. لو لساتك فايقة؟ مو جاييني نوم. معناها بتعرفي وين أراضي أبوكي؟ لا ما بعرف، شو بيعرفني أنا؟ حلفتك بتراب أختك وش السعد، إذا بتعرفي وين أراضي أبوكي تقليلي. أمي ما بعرف، قلت لك ما بعرف. طلعي فيني؟ لكن ليش دائما صفناني ودمعتك على خدك؟ زعلانة على أبي. بيعين الله لك بنتي، بيعين الله. ولي على قامتي، مين بده يسأل عن رجال البيت وبالبيت ما في غير حريم؟ أمي أمي أمي، روحي فيي أختك صالحة دوبة تلحق صلاة الفجر. أمي يا رب مالي غيرك تحميلي هالرجال. السلام عليكم يا شيخ عمر. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو عدنان. يا أحلى عمين، طمني شو آخر الأخبار؟ والله يا شيخنا الأخبار ما بتطمن، ويبدو أنه ما في ضوء لفك الحصار لقعميم. شو هالحكي؟ مثل ما سمعت، هي صرنا اليوم العاشر ولسات الأوضاع على ما هي. من شان هيك بعث لنا أبو طالب خبر إنه بحاجة لمزيد من رجال الحارة. أيوة. فقلت بيجي لعندك مشان نعملنا أنا وياك فتلة بالمعية ونفزع الرجال. أعتبر هذا الشيء صار بإذن الله. بإذن الله. خاطرك. الله معك. وين ستي خالتي ام محسن؟ فوتها اوضتها وسطحتها بالتخت، قلت لحالي خليها ترتاح شوي لانه ما غمضت العين طول الليل. ان شاء الله تغمض العين، قلقانه على عمي حمزه وقلقانه على رجال الحاره كمان. اي والله يا علي، من طول عمرها ستك يا مال الشام بتقلي انه الشام قطعه من قلبي. الله لا يحرق لي قلبي على الشام يا رب. امين يا رب. خالتي قلتك حارات الشام بيتركونا لحالنا؟ انت شو عم تقولي يا تيتي؟ ليش مين يلي قال انه اهل الشام لما بيشوفوا حدا مقرب عليهم بيوقفوا يتفرجوا؟ لا يا تيتي لا، لا تخافي، هلا بتشوفيهم كيف كلياتهم بيوقفوا وقفة رجال واحد وبيجوا بيدافعوا عنهم. هاي بلدي وانا بعرفها، هاي الشام يلي انا ربيت فيه، هاي الشام يلي هي شقفي. الله يعطيكم العافيه. نعم كله تمام، جيبوا غيره. يلا الله معكم.
الو يا ربي شو صار؟ الو ما حدا عم يرد يا ربي بدي اجي. يعطيك العافية يا ماما. أهلين أمي. يا ماما قلبي مثل النار على أخوك، صار له غايب أكثر من 10 أيام لا حس ولا خبر. طولي بالك أمي، شو لحاله بهالدعكة؟ لك بعرف إنه مو لحاله، بس هالسمعات اللي عم نسمعها عن الآمرية وعلي عم بيصير فيها والله شي بيشيب الراس. خلص أمي طولي بالك. أمانة تقبرني، أمانة تروح تدقدس تطمن لي عليه وتطمن لي قلبي. خلص روحي أنت، أنا رح أتصرف، روحي. دير بالك حالك. خلص روح. العافية أبو حميد. أهلين أحمد. طمني. هي رجعتي من المظاهرة لفك الحصار عن الأمارية. إيه. شو إيه؟ قوصوا علينا وقمنا هربنا. آخ لك أحمد. ميت على ما أطلع معكم. رح طق. لكن تعال اطلع معنا بكره بالمظاهره، والله بتفش خلقك. بكره طالعين؟ لكن المظاهرات ما رح توقف لحتى ينفك الحصار عن الاماريه، وهذا راي اداره المدرسه والمدرسين والطلاب كمان. خلص بكره انا معكم لعيونك. مشي سلام. على راسي بحمي. يعني لأمتى بدك تضلي مخبية عن أمك؟ إن شاء الله ينشغل بالها وتقعد تشوق وتبكي. أمك حبلة بينخاف عليها. أي ما بالها مشغول ومشغول لك أختي. يا بس إذا عرفت إنه أبوكي على الآن بدعكة الأمارية رح ينشغل بالها أكثر. ماني عارفة شو بدي أقول لك. قولي الله يهدي الأحوال أحسن شيء. يلا يلا جاي. يعني لو ما تأجل العرس بسبب الشيء اللي حاصل بالإمارية إيه كنت ما حضرت العرس بسبب تأخيرك لخياطة الفستان يا ست ماري. صدقيني يا فادية خانم غصبا عني وحياتك تربطت إيدي من هذا الشيء اللي صاير بالإمارية. إيه كلنا تربطت إيدينا يا ست ماري. إيه بس ما تعطلنا عن أعمالنا وأشغالنا. مزبوط يا خانم حق معك، بس أنا بصراحة اللي بيشتغلوا عندي راحوا وغابوا 4-5 أيام، لو ما رحت جبتهم بإيدي كانوا ضلوا معطلين. ليش مريم وصالحة اللي عم تحكي عنهم من الإمارية؟ لا 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 شو مو من الإمارية لا، بس مو كانوا عسكر الفرنساوية معششين مثل الدبابير بحواري الشام؟ الناس بتخاف على أولادها يا أختي. بيني وبينك الشي اللي عم بيصير بالإمارية بيقطع القلب. وطولة هالسيرة يا خانم؟ والله مثل ما فهمت من معارفنا المقربين من السلطات الفرنسية العليا إنه ما رح يحلوا عن الإمارية
لحتى يسلموا الجماعي اللي اعتدوا على الحاكم الفرنسي. يا عذراء، وشو دخل هالناس المساكين اللي ما لهم ذنب؟ بهيك حالات بيروح الصالح مع الطالح، ومثل ما فهمت من معارفنا انه كولونيل الامن الجديد ما في بقلبه رحمه، وهو ورا كل هالمصايب يلي حاصله. الله يتلطف فينا. امين. المهم ست ماري، تفضلي مدام فادية، جهزي لي حالك، بدي اخذك معي على العرس. يو، ليش بيصير روح بدون ما اكون معزومه؟ ولو انت رايحه مع فادية خانم، ومعزتك من معزتي ست ماري. يزيد معزتك يا رب، بس بصراحه انا يعني بنحرج بهيك حالات. خلص روحي انت كاني رحت معك. يو، انا حابه اعرفك على سيدات رجالات العسكر الفرنساويه، وحابة أعرفك على أكابر ستات الشام، إيه بلكي بصيروا زباينك. والله خجلتيني بلطفك يا مدام فادية. خلص مثل ما بدك، بتشرف. صفوان، ليش لابسك؟ سيدي أنا خلاص روك خاين. عم تخوننا يا حقير يا كلب. خذوه على المشفى، انا بعرف اتصرف معك يا كلب. خاين خاين. بس هتسوه مو من عوايدك لكولونيل. قوم حلوه الست ماري، تشوفك وانت عم تتلصصي من ورا الباب. اختي انا لا سرقت ولا نهبت، كل همي اني اعرف شو عم بيصير. وشو عم بيصير؟ طلع ظني بمحله وكانوا عم يحكوا عن الايمرية. شو عم يحكوا؟ كانوا عم يقولوا انه كولونيل الامن الجديد اللي جاي على الشام مو سمي بالرحمن، وانه هو ورا كل هالمصايب. ايه بلي فرمو، نحن ناقصنا. الظاهر يا صالحه الكولونيل داهيه وجبار، ما رح يجيب البر. الله يكفينا شر. عجبك شيء؟ لا ما في شيء حلو، امشي في احلى. يلا امشي. الطريقة لهون سيدي. احترامي سيدي، سيدي وصلت التعزيزات الكاملة وأغلقنا الحي بشكل كامل. المهم تنتهي المهمة خلال ساعات يا عابد. أمرك سيدي. وبس يطلع الطيران رح يتم الاتصال فيكم للتنسيق. بانتظار أوامركم سيدي. لازم نعلمهم درس ما ينسوه أبدا، ولا رح تضيع هيبتنا، مفهوم؟ بقدر هالشي سيدي. صرف. احترامي.
خير يا خانم؟ وين غلطة؟ والله والله انشغل بالي عليك، كنت رح فرم ايدي وانا عم بفرم البقدونس. خانصون؟ لسه ما رجع. ولا اتصل بالتليفون؟ ولا اتصل بالتليفون. خير ان شاء الله. انا كنت بدي اسالك عنه، صار له مده ما عم يجي على البيت، في شيء؟ لا ابدا، شويه مشاكل. ايه الله يجيب العواقب سليمه. لا يكلك فكر بنوب بنوب. اليك علي يمين، هلا بس يرجع بدي ارقيه وبدي بخره. شو يعني ارقيه وبخره؟ الك عن يوه البخور بيبعد عنه العين والحسد والشياطين والجان، وبيعمي عنه ولادين الحرم. أم عمانة شو قلتي؟ يبليني بقتلي إن شاء الله. يمكن ما عم تفهمي علي. البخور يا خانو تستعملوه عندكم بالكنيسة بالقداس وبالعيد. وأنتي شو عرفك شو منستعمل بالكنيسة؟ يا بدي ازعل منك ها؟ اذا كان انا مسلمه معناتها ما بعرف شو بيعملوا اخواننا المسيحيه. ياما ياما رايحه على كنيسه الميراميه وكنيسه الزيتونه، وياما نادره ندوره ومشعله شموع. سبيزا كثير غريب. يا ليش غريب يا خانو؟ بلادنا غير بلاد الدنيا كلها يا طه. من طول عمره المسيحية قاعدين جنب الإسلام حارة وحدة، ما في فرق لا بين هاد ولا بين هاد. نحن منروح على كنايسهم ومنندر ندورة ومنشعل شموع، وهن كمان بزوروا الأولياء والصالحين وبيندروا ندورة وبيشعلوا شموع. ما في فرق بيناتنا، الله بيعلم. والله لا يفرقنا عن بعض بجاهل حبيب. Oui, France. Où es-tu? Et qu'est-ce qui se passe à Damas? Je suis très, très inquiète. Ne t'inquiète pas, Camilla. Les choses sont bien. Je l'espère, France. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai très peur. N'aie pas peur. Laisse tomber et raconte-moi tes visites. J'ai rencontré quelques dames à Damas et j'ai discuté un peu avec elles. Vous avez parlé des événements de Damas? Bien oui. C'était le discours de tout le monde. Quel est leur avis de ce qui se passe? Ils n'ont pas dit leurs avis clairement. La relation entre nous n'est pas encore assez forte. Tu dois renforcer tes relations avec ces dames, aussitôt possible. Assure-toi, France. Je travaille pour cela. Merci, Camilla. Tu viens dîner avec moi? Je ferai mon possible. D'accord. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Thank you.
ابو العباس عنده كلام ضروري يفوت اسمعه. يلا خليك مع شانو. حرك لي روح شوفني مراكز حالك كلها بسرعه. صبوحي ابو كاسه يا ابو كاسه يلا. تفضل شرفوا. خير عمي حمزه، شو بدك تحكي معي؟ احكي بسرعه يا ابني، لانه مثل ما لك شايف ما في وقت الكلام. عمي تفضل. انا شايف انه الفرنساوي ما يتركنا بحالنا بنوم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هيك باين. لذلك انا حبسلم حالي. شو عم تحكي لك ابني؟ وحد الله لك ابني، وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. عمي القصه بالقلم نشرح. الفرنساوي ما حيحل عن الحارة غير لنسلم الشباب اللي حاولوا يخطفوا الحاكم الفرنسي، وأنا رح ببطر القصة من أساس. عمي بسلم حالي وخلصنا عوفيت. فكرة انك تسلم حالك للفرنساوي امليها من راسك. هاي ما بصير يا عمي ابو عزيز، ما بصير اهل الحارة ينأذوا بسببي، ما بصير ينأذوا بسبب عنادي. خلصنا بقى يلي صار الله كاتبه يا ابني يا حمزة، وانت منا وغالي علينا، والا ما يلتقى لدوبارة. مسألة انك تسلم حالك للفرنساوية امر مفروغ منه. ها ولا نسيت شو قال ابو طالب عنك؟ وجيش لك الرجال من شانك، تقوم انت هلا تسلم حالك؟ امي حلوه، امي حلوه منوب. عمي حلوه ولا ما انا حلوه، انا ما برضى باي حال من الاحوال حدا من اهل الحاره ينأذى هالقد بسببي. ما برضى عمي، ما برضى. يا ابني انت مالك ذنب يلي حصل، هذا امر الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ابني نحن مقدرين وضعك، بس شيت انك تسلم حالك بعد اللي صار بالحاره امر ما بيصير. ما بيصير. لكن بصير يا عمي تنهد الحارة فوق روس ناسا؟ قلنا لك يا ابني يا حمزي هذا أمر الله. هذا أنتوا هون يا جماعة؟ الناس منتعشين وعم يضربوا خماس بالزاش وأنتوا قاعدين هون يا أخوان؟ لازم نخلص من هالبلية. اسمعوا شو عم يقول حمزة. خير إن شاء الله، شو عم يقول؟ ناوي يسلم حاله للفرنساوية. شو الحكي؟ هذا اللي عندي قلته عمي. طيب خلينا ناخذ رأي أبو طالب بالأول، ولا كمان ماله خاطر عنده؟ أنا اللي عندي قلته يا جماعة، السلام عليكم. استنى شوية يا ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. حلتها يا أبو عزيز وحلتها بعدين. نعم نعم راجي رئيس مغفر الإمارية. معك الكولونيل فرانس يا راجي. احترامي سيد احترامي. اسمع. عم بسمعك سيد عم بسمعك. بعد ما انهي مكالمتي بتبلغ كل وجهاء الحي معهم مهله لبكره الصبح، اذا ما بيسلموا كافه المجرمين انا راح اقصف الحي بالطيران. شو سيدي؟ بالطيران؟ ايه بالطيران. حاضر سيدي حاضر. بتبلغهم عن لساني مسؤول الامن الجديد الكولونيل فرانس، اذا مضت المهله وما سلموا المجرمين راح اقصف الحي بالطيران. فهمت؟ امرك سيدي امرك. انتهى. مهران مهران. حاضر سيدي. شوف يا ابني بتروح الحارة بتخبر وجهاء اليمنيين بتقولوا رقيبة والراجع يسكن طيارة. أمرك سيدي. نقول الله الله أكبر يا
توب الردى لنها بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى من دهن يقول الله يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار فوح يا ريحان سلم علي